قول بديع معجز إحكامه وبيانه ولطائف الأسرار. ذكرت ليلة القدر في سورة القدر 5 مرات واشتملت على 5 فضائل: إنزال القرآن، وأنها خير من 1000 شهر، وأن الملائكة والروح تتنزل فيها، وفيها يفرق كل أمر، وأنها سلام هي حتى مطلع الفجر. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. قول بديع معجز إحكامه وبيانه ولطائف الأسرار.